صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يأمل أن يتولى محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق في قطاع غزة رئاسة السلطة الفلسطينية خلفاً لمحمود عباس. كما أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن اتصالات تل أبيب مع دحلان تجري على خلفية التقديرات في القيادة الإسرائيلية بأن عباس لن يكون قادراً على التوقيع بشأن اتفاق دائم.